يا اصحابي اللي حصل لي النهارده، حصل لي حاجه غريبه قوي في يومي، مش عارفه يومي ما كانش متظبط خالص النهارده يا اصحابي. مش شايفين اللي حصل لي في وشي ده والنقط دي، وكمان الكريم اللي على وشي ده، عارفين ده ايه؟ انتوا اكيد مش عارفين ده ايه يا اصحابي. تعالوا بينا بقى علشان نشوف ايه اللي حصل لي النهارده. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا اصحابي، تعملوا لايك وتدوسوا على علامه الصح اللي هي تحت الفيديو، اللي ايه اللي رفع ايدها لفوق، مش اللي تحت يا اصحابي، ها مش اللي تحت، اللي فوق بس. وتشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل الفيديوهات وكل الالعاب بتاعتنا الجديده. وكمان يا اصحابي تضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. تعالوا بقى علشان تشوفوا ايه اللي حصل النهارده. تنزل علينا قوي. هو ايه اللي في ايدك ده يا توته؟ تعالي هنا وريني. يا خبر يا توته، ده في علامات حمراء جامده قوي في ايدك. فين دي؟ فين دي؟ وريني كده اهي. دي اكيد حاجه قرصاكي يا توته. ده ايه يا ماما ده؟ ايه الاحمر ده؟ استني استني كده، في ايه؟ يا خبر انت سخنه يا توته، انت مش حاسه بحاجه؟ لا مش حاسه، انا بس دماغي وجعاني شويه. طب استني كده يا حبيبتي. ايه تاني يا ماما؟ انت فعلا سخنه يا توته. طب روحي روحي اغسلي ايديكي كويس وسيبي عليها الميه شويه. والميه تعمل شويه ايه في البتاع الاحمر ده؟ هتعالج الحمار ده شويه يا توته، روحي يلا. حاضر يا ماما. اديني هغسل ايدي اهو، اما اغسلهم كويس كده اما اشوف البتاع الاحمر ده مين اللي جه وانا نايمه. بس عاوزه اعرف مين اللي جه وانا نايمه عمل على ايديا كده بالقلم الفلوماستر احمر ده. قلم الوان ده ولا ده ايه؟ حد رسم عليا ولون ايديا بالطريقه دي؟ لازم اعرف هو مين، ولا ده يكون حاجه وحشه ولا ده ايه؟ انا راح اسال بابا بقى. بابا قول لي يا بابا، ايه النقط الحمراء اللي في ايديا دي؟ نقط ايه يا توته؟ انت يا بابا اللي لونت فيا ولونت ايديا كده. ها قول لي يا بابا، انت عملت فيا المقلب ده صح؟ لا والله يا توته يا حبيبتي، ولا دخلت عندك اصلا من ساعه ما بوستك بالليل وغطيتك وانا ما دخلتش الاوضه. امال ايه ده يا بابا؟ مين اللي عمل معايا كده؟ وريني بس كويس كده، انا مش شايف. اهو شوف ايديا. يا خبر يا توته، دي فعلا صعبه قوي يا حبيبتي. طيب دي مش بتوجعك ولا ايه؟ بتوجعني بتوجعني والله يا بابا، وانا حاسه كده ان انا دايخه، مش عارفه، حاسه ان انا مصدعه وناي، بتوجعني قوي، حاساها تقيله تقيله عليا مش قادره اشيلها. طب نامي هنا يا حبيبتي شويه، ريحي ريحي على بال ما ماما تعمل الفطار. ماشي يا بابا. يا خبر ابيض توته. ايه يا حبيبتي يا توته، ايه اللي في وشك ده؟ الله، هو انت كل شويه تقولي لي ايه اللي ايه في ايدك وايه اللي في وشك يا ماما؟ لا ده الموضوع ما يتسكتش عليه خالص يا توته. ايه يا ماما اللي حصل في وشي؟ حاجه ولا ايه؟ ريحي ريحي يا حبيبتي، انا جايلك حالا. ما تتاخرش يا شريف ارجوك، البنت فعلا محتاجه دكتور بسرعه. حاضر حاضر يا حبيبتي، مش هتاخر طبعا. يلا سيبيني بقى ما تعطلينيش. انا دماغي بتوجعني قوي يا بابا. سلامتك يا حبيبي بابا، الدكتور هنا اهو وهيعالجك وتبقي تمام تمام تمام، ما تقلقيش يا دكتور يا دكتور. ايوه يا حبيبتي ايوه، قولي قولي في ايه اللي تعبك؟ رجلي وايدي عايزه اهرش فيهم جامد يا دكتور، من ساعه ما ماما صحتني وانا عماله اهرش فيهم لحد ما حد واحده فيهم قامت جابت دم. معلش معلش يا توتة يا حبيبتي، دي حاجة طبيعية طبعا ان هما تشعري بحكة فيهم، بس انا هكتب لك مرهم دلوقتي ماما تدهنهولك على جسمك وان شاء الله هتبقي كويسة قوي، وتاخدي كمان مضاد حيوي. طيب كويس كويس يا دكتور، متشكرة خالص. يا حبيبتي يا توتة، خير يا دكتور؟ طمني ارجوك. بصي يا مدام علا، هو بالنظر كده من غير كشف ولا اي حاجة، البقع الحمراء دي يا فندم مديري مائي. مديري مائي؟ ايوه يا فندم، هي اكيد البنت اتنقلت لها عدوى من طفله ثانيه، وممكن كمان تكون اكلت حاجه ملوثه مكشوفه فسببت لها الموضوع ده. وطبعا انت عارفه بقى النوادي الايام دي والمصيف والشمس والحاجات دي كلها، وطبعا كمان الاتربه والكلام من ده بتعمل حساسيه جامده عند الاطفال. يا خبر يا دكتور، ده ممكن يكون كده فعلا، احنا رحنا المصيف الاسبوع اللي فات. ايوه يا فندم ممكن تكون المصيف، بس اطمني الحاله بسيطه جدا، وهندهن تدهن لها المرهم اللي هكتبه لك ده وتدي لها الانتي بايوتيك هتبقى كويسه قوي. طبعا انا هدهن لها من المرهم دلوقتي حالا يا مدام علا علشان اعرفك هتدهن ازاي. ده غير طبعا ان هدومها تتغسل لوحدها واكلها لوحدها، وما يحصلش انها تستخدم حاجه حد تاني او حد يستخدم ادواتها علشان ما يحصلش عدوى يا فندم، لان المرض ده معدي. يا خبر كمان معدي؟ ايوه يا فندم للاسف.
يا حبيبتي يا توتا. طب والسخنيه دي يا دكتور مش هتروح؟ هتروح طبعا بعد ما تاخد الانتيبيوتيك. تمام يا دكتور، متشكره جدا لحضرتك، مش عارفه اشكرك ازاي. ولا شكر ولا حاجه يا فندم، سيبيني بقى اشوف شغلي دلوقتي وادهن لها كمان ايديها ورجليها قبل ما امشي. طريقه الدهان بقى بتكون كده يا فندم، على البقعه على طول، البقعه نفسها بندهن عليها دايره ما يدور وندعكها كده، نفركها بالراحه خالص، وبعدين نبعد عن بقيه المنطقه اللي ما هيش مصابه، يعني ندهن المنطقه المصابه فقط. يا حبيبتي يا توته، ايه ده يا دكتور ده، انا بقيت عامله كده زي العفريت، كل نقط بيضه بيضه بيضه، ايه ده، انا هقعد كده ازاي وهلعب ازاي مع اصحابي؟ معلش يا حبيبتي معلش، احنا مش هنقدر نلعب مع اصحابك الفتره دي يا توته. مش هينفع يا حبيبتي لعب اليومين دول لحد ما تبقي كويسه والبقع الحمراء دي تروح من جسمك خالص. متشكره جدا لحضرتك يا دكتور، مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا فندم العفو، عن اذنك. لا يا ماما، يعني انا مش هلعب يا ماما مع اصحابي، هقعد كده عامله زي العفريته كده وبعدين بقى. معلش يا توتا استحملي شويه يا حبيبتي لحد ما العدوى دي تروح. طلع وحش قوي يا ماما، طلع وحش قوي. كل التعب اللي في الدنيا وحش يا حبيبتي، بس احنا لازم نستحمل ونقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.